السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله ربي تكونوا بخير وعلى خير. المهم ديالي ولاخواتاتي الفنات الغزالات اللي كنحماق عليكم، راه ما عندي فين نخزنكم البنات، راه بزاف هاد الحب كامل هذا. دنيا فين؟ دنيا غبرتي؟ دنيا اش كاين؟ لعل خير. الحمد لله يا البنات، شوفوا ما كاين غير الخير والحمد لله. ما حدنا كان فيقو بصحيحتنا، وليداتنا بخير، هذيك هي الدنيا وما فيها. والله البنات الا بخير وعلى خير الحمد لله. كما كنقولوا حنا كنتقاتلوا والحمد لله، كما كنقولوا يبعد عليك غير كحل الراس تعيشي مخيره. وهنا غادي نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وقولوا لي مبروك دنيا، مبروك مبروك مبروك. ما بغيتش نغوت، لا غوت غتهربوا. والله الا زغرت وفرحت براسي، عرفتي علاش؟ الحمد لله وليت كنواظب على الصلاة على النبي في القناة ديالي باش ربي يبارك ليا فيها يا ربي، وييسر ليا اموري ويفتح ليا الله البيبان المسدودة يا ربي، تسهل عليا وعليكم يا ربي، تغنيني من فضله وتغنيكم يا ربي، تبعد عليكم شر الخلق. واللي مريضة الله يشافيها، واللي بغات تزوج الله يزوجها، واللي حاملة الله يفك على خير، واللي ما حاملش الله يرزقها الدرية الصالحة. والله دعيت معكم في هاد اللقطة من القلب، اقسم بالله جات عفوية دابا سبحان الله، جات عفوية. غير قولوا امين. شوفوا ما عرفتوا كما كنقولوا دعيو غير قولوا امين. شوفوا انا راغب بها يا ربي اللي شاهد، والله اقسم بالله. والناس اللي قلبها خايب وقلبها كحل كنقول لكم هذه راه غير دار الصابون، راه كل نهار كل نهار عند واحد صابون، راه الدار ديال الصابون هذه، راه اليوم صبروا غدا تصبري. الانسان يصفي القلب ويصفي النيه، صفي اختي النيه، النيه النيه تكون زوينه. المهم معنا اختي البارحه اختي كنت كراسل في الماء، تهرسوا لي الكيسان كاملين، بقاو عندي ما عرفتش جوج ولا ثلاثه، لقيتهم غير اليوم الصباح اللي لقيتهم، زعما ما راه صافي ما لقيت حتى شي كاس وبقى عندي زعما، مشيت ناخذ كيسان. انا باغي البنات، انا باغي الكيسان ديال ديما، حيت كنغسل ديما، تهرسوا لي البارحه الكيسان كامل، بقى عندي جوج بقى عندي. بغيت شي حاجه ديال ديما، حيت بغيت شي ديال الزواق، انا عندي اللي كنجيب لي بشره، المهم باقيين عندي زوينين، ولكن ديال الحضور ديال شي مو شي مناسبه فيهم الريشه، ديال الريشه وديك الريشه مع الغسيل، الغسيل بجابي غتمحى. بغيت شي حاجه اللي مفرقين، معرفتش دابا بغيت شي حاجه سامحه، عيط مقلب ما عرفتش. المهم هذا ديال العصير هذا، المهم انا ان شاء الله غنطلب لكم الكاميرا ونختار معايا ونوريكم شنو كاين. داك الشيء الغالي لا، غير شي حاجه اللي عاديه، وديال العصير ديال العافيه. دابا بعدا لقيتهم ب 21 درهم، صراحه زوين، ولكن خاصني نقلب واش مهرسين ولا لا، ما عرفتش كيفاش كيتحلوا، ما عرفتش كيفاش ندير ليهم، حتى انا خصني نتاكد. مشيت للدار دابا نقلب، كيتحلوا يتقلبوا وخطوين، عاد شنو نعاود نسدو. لا حيت راه كتمشي للدار وكتلقايهم مهرسين، اش غترجعيهم ليها تقول لك لا. جات السخف والدوخ، كنجي المرجان ضروري اختي، كنجي لبلاصة الفاطي وبلاصة السرابت وبلاصة لي ناب ديال الطبلة، هادشي اختي هو اللي كنجي، معرفتش علاش هادشي هو اللي كنجي ليه انا، نسي جو بلاصة الحوايج انا، والو بلاصة لي ناب، بلاصة بحال دابا هاد لاناب هذا داير 129 درهم. هانتي ضروري يا اختي، انا ما نجيش هكا زعما نشوف شي حاجه ليا، ولا زعما غير نشوف شي حاجه. هانتوما الزرابي تما، هانتي الزرابي تما، وهنا يا اختي جيت لبلاصه السرابت الكوزينه باش تعرفوا حنا كنحماقوا على الكوزينه. شوفوا هادو البنات، فيهم ثلاثه، فيهم جوج، كاين هادو وهادو في هاد اللون، ثلاثه اسراء ثلاثه صراحه برجان بدلوه ولا زوين ولا نظموه ولا كل مره كيقدو جهه. هانتي كاين عاوتاني هادو، هادو لي ناب ديال الطبلة، تمن 109 ديال الدراهم. هاد الفاطي محيدين ليهم الأثمنة الصراحة، معرفتش علاش، المهم فاطي زويونين. هادو لي كيمسحو مزيان هاهم، هادو وهنايا كاين طابليات، طابليات هادو ديال الكوزينة، هادي زوينة، هادي فيها القهوة وداكشي. هنا كاينين الطابليات وداك الشيء، وتما الفاطي، وتما كاينين هما الطابليات. لا هادو 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 لي ناب، وهادو ديال الدوش ديال الدراري الصغار اللي كيداروا في الدوش، سواء ديال الدوش سواء قباتوش ديال الدوش ولا ديال البيوت، ديال بيت النعاس هادي، ديال بيوت النعاس البنات، دايرين 75 درهم. المهم كاين هاد اللون وهذا 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 وهذا،
هادو ب 19 هادو هنا هما. هادو شنو هما هادو؟ ديال الطبله هادو لينا حتى هما ديال الطبله دي ميكات صراحه هادي تنفعني انايا. برك ضروري اختي دابا كفر ليا حتى البنات والمانط وداك الشيء. ها هما الاسمين ديال الكفر ليا زعما راه طالعين في الثمن داير هادو 800 درهم اختي. الكفر ليا الصراحه اللي بغانو ما خصهمش يمشي لهم ضرب عمر ولا هذا زعما غاليين. شوفوا ها نتوما زعما راه اثمنه خياليه ماشي كنقول لكم بحال دابا هذا داير 800 درهم. هادو اللي لتحت كلهم 800 درهم كلهم. ها انت شوفي بحال دابا هذا شوفي هذا 500. المهم هذا اللي ناقص شويه في الثمن اما كلهم طالعين. ها انت شوفي هادو ها انت كلهم طالعين في الثمن. نورك اختي ها انت شوفي اختي شوفي اختي الحقيقه هذا اللي رخيص شويه داير 400 و 400 اختي وراه غالي زعما قلت لكم هذا اللي شويه فيه شويه ديال الضو. صافي اختي ها انت المهم كاين ما يدار الناس اللي ربي ميسر ليهم راه كاين ما يدار. ها انتما شوفوا هاد المخده هادو عاوتاني هاد المخدات حاليين دايرين 79 درهم. هادو راه كانوا لا كانوا ب 100 درهم والصف كنعقل دابا راه ولاو بكثر البنات طالعين. حيدي بلاتي هادو عاوتاني هادو ب 99 درهم هادو ب 100 درهم. ها انت اختي كاين في هاد اللون وكاين في الصفر. ردي اسرع هذا ردي نوريهم عاوتاني البنات. كاين عاوتاني هادو شحال هادو 100 و 2600 هادو كاين هاد الشكل وكاين هادو اللي بحال هيدورة وكاين هادو. المهم هادو حتى هما زويونين. هادو شحال هادو 100 و 900 درهم. ديما كنخرج كنجي المرجان في النهار وكنخرج منه في الليل سبحان الله العظيم. هادي بالتجربة ورا جينا المرجان بالنهار جينا تقريبا مع ديك الربعة د العشية ياك ودا بقينا ندورو باش تعرفو حنا العيالات رانا كنعياوش بقينا ندورو. دابا شحال الساعة بلاتي نشوف دابا 8:30 دابا ديال الليل. ها انت وانا باقا عرفتي كل ما قالت لي بنتي عييت اخويا راه بقيت 12 الليل بعدا شوية ودابا غنمشيو للدار. خديت بزاف د الحوايج ماشي بزاف ولكن تنضرش نوريو ليكم لا قدرت نكمل ما قدرتش نكمل حتى الغدا الا جا الفيديو طويل بزاف. انا اختي غادة دابا حيت انا في مرجل داخل ما خايفاش على تليفوني غنخرج برا غادي نحيد. ها انت اختي ها هي كاينه صافي دابا سبحان الله. انا هذا المرجان كنجي لي انا راه بعيده وكنجي لهذا المرجان بالضبط في عين السبع كيحمقني. ها انت اختي ورا تصدمنا خرجت انا وبنتي بقينا كنشوفوا بعضيا قلت لها وين دابا راه 8:30 يا الله اختي نمشيو للدار. صراحه البنات دخلنا تقريبا حتى ديك نقولوا تسعود هي هذيك حيت دخلت مع 48 دقيقة 8:42 دخلت للدار. صافي دخلت نيشان دابا انا قلت غادي ندير الكوت ياكو وشويه قلت لا غادي ندير العشاء ياك قلت غادي ندير العشاء عندي كفيته وماطيشه جبتها معايا في الطريق حتى هي دزت تقديت هكا داك الشيء اللي خصني ماطيشه وداك الشيء. صافي بديت كنطيب البنات في المقله جديده ايوا يا اختي انت غتشوفي الفرحه ديال المعالق الجداد ديال الخشب اللي خديتو والكيسان ها انت تشوفي اش درت نطخش لبس القفطان على سعدي ووعدي ايوا اختي باش تعرفي اختي راه الدنيا راه كتفرح عرفتي وقسم بالله البنات اللي كنفرح بشي حوايج لي بساط وحنا اخرين كيقولوا لي مشوقه لا اختي راه ماشي مشوقه ملي كيكون قلبك زوين وكتفرحي باي حاجه سبحان الله نلبس القفطان وبحال لا ما عرفت شنو شريت وربي لي شاهد الحمد لله هذه من فضل ربي. المهم البنات ما كنبغيش نجاوب ولكن واحد الانسانه عطيه البنات عيقات عليا واحد تعيقه خايبه عطيه البنات عيقات عليا فوق 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 ما كتخيلوا. كون هاك دابا كندير شي محتوى سلبي ولا كنت كنبكي عليكم ولا درت شي فيديو كنبكي نقول راه بصح راه شفت والحمد لله دابا بديت كندير غير الفيديوهات ديال الطاقه الايجابيه غير كنبدلت هذه درت هذه غير باش تعجبكم القناه وغير باش تبقاو تشاهدوا فيا. والسيده راه ما حملاتنيش وما قابلانيش بغاتني نبقى ديما في الزيرو وديما تقارني بالناس وديما تقول لي فلانه دارت وانت ما درتيش وغير البارح بلوكيتها عباد الله حطيتها في انستغرام. شوفوا باش تعرفوني ما كنكذبش الحمد لله البنت في انستغرام راه يقول لكم شفنا الميساج كيفاش داير راه شي ميساجات البنات كتحط ليا راه شي ميساجات راه السم القاطع ملي دخل انا كيسحبني غير شي مراهقه دخلت. المهم هضرت مع صاحبتي المهم راجلها عند شي ديال الانفورماتيك قال لي زعما بغيتي تعرفيها غير قولي لي نعرفوها. قلت ليه لا وهذا قال لي غير زعما غير باش تعرفي بعدا شكون باش قلبك يرتاح باش ما تبقايش موسوسه
المهم ما عليناش. دخلت اختي ملي جيت نقلبوا اليوتيوب ديالها لقيناها حاطه ولدها عندها وليدات. زعما الانسان يتقى الله، احشمي غير على وليداتك، عندك وليدات صغار ومزوجه زعما هي ماشي عندها قناه ولكن حاطه شي فيديو وداكشي، وعندك وليدك وداكشي وكياكل وهذا، زعما علاش كتبغي تحطموا الناس وانتم ما عندكم وليداتكم؟ واش ما كتحسوش؟ واش ما عندكمش القلب؟ انا ما كندويش على المتسبعات، كندوي على هاد الناس هادو. الله يهديهم والله يهدي ما خلق الله، لا حشومه والله لا حشومه، هادشي زدتو على حد فوق من القياس صراحه. والله حسبي الله ونعم الوكيل، ما بغيتش نقول شنو قالت ولكن غنقول حسبي الله ونعم الوكيل، حيت فعلا الانسان عيق. كتجيو الحيط القصير، واش دنيا حيط قصير؟ ها اللي ما لقى فين يتعلق رجليه دنيا، اجي دنيا دنيا فعلات. واش غير دنيا داري اليوتيوب؟ واش غير دنيا اللي خدامه في اليوتيوب؟ راه اليوتيوبرز كلهم خدامين في اليوتيوب. سبحان الله بعد ما سلمت كنلقى شي حوايج كيوقعوا ليا، شي حاجه كتكون حرام عليا وحل على وحدين اخرين، فهمتوا؟ انا مثلا حيت خدامه في اليوتيوب ومقابله بنتي وحاضناها حرام، واحد اخر اللي مقابل اللي داير شي حاجه حلال، ما فهمتش علاش. انا راه البنات راه من زمان وانا محقوره 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 بزاف الحوايج اللي ما عمري قلتهم لكم، ولكن كنقول صافي خلي كل واحد يلقى فعلو. كنشوف شي حوايج بعيني ما كيعجبونيش، كنشوف شي تعامل ما زوينش، كنقول كل واحد غيلقى فعلو. ولكن اختي باش انا جيت عايرني في قناه ندخل القناه اخرى ندخل نلقاك انا، حيت انا كنتبع اليوتيوبرز ما نكذبش، ولقاك كتشكري فيهم وتجي عندي انا تقول لي لا سيري تخدمي سيري حيدي اليوتيوب تيم كامله غير اليوتيوب. اختي الحمد لله انا خدامه في قناتي وغنبقى معكم تيحيدوا اليوتيوب، والرجاله وخدامين فيه عساك انا اللي وليا. هانتي اختي هانتي الكويسه الجديده اختي هانتي، يلا انا فرحانه واخا صغار اختي، بركه عليا مالي غير انا وبنتي. رجعت بعدا اتاي صافي، دابا اختي غنكبر كنحط هي راه غير اش كيقولوا ليها المهم غير خصني يكونوا فيها ثلاثه الكيسان، اما راه غير انا وبنتي جوج كيسان. المهم حطيت هاد البنات مسمن كان عندي جبدته، المهم وهاد الفرماج جبتو قبيله معايا جبت ثلاثه. هذا انا اللي بغيتو، بنتي ما بقاتش كتبغي الفرماج الصراحه، كفيته حطيت غير شويه، بغيت نحط ديك كامله حطيت غير شويه حيت باش نقدروا ناكلو. المهم اختي نديرو كاسكروت واخا مشى الحال، المهم واخا مشى الحال دابا راه تقريبا راه 8 هذه ولا اكثر، نديرو كاسكروت على ما يطيب العشاء. ايوا اختي كنت ما بغيتش ندير كاسكروت، قالت لي ماما عافاك ديري لنا اتاي. المهم هي ماشي غتشرب اتاي ولكن ضروري كنكب ليها كاس، راه كيبقى دابا هذا الكاس اللي كبيت لي غيبقى بحال هكا، غنصدق شاربه هذا وغنعاود هذا. هي شنو كتبغي؟ كتبغي المسمن؟ صافي المسمن والكوفيتير صافي هادشي اللي كتبغي. المهم اختي نمشيو نديرو كاسكروت ولا شي وراه كطيب. البنات سمحوا لي بزاف والله قلت خصني نهضر، لان بزاف كنصبر كنصبر واحد النهار كنبغي نهضر. دابا انا ما كنتعتبرش اني ديت على التعاليق ديالهم، لا غير بغيت نهضر بغيت نقول لهم نفهمهم. وعلاش قلت لكم؟ بغيت ان كنلقاهم كيديروا تعاليق في قنوات اخرين، لان القنوات كيديروا نفس المحتوى ديالي نفس العيشه ديالي نفس المحتوى، غير انا كناكل العصا، انا هي اللي دايره الحاجه الخايبه. علاش اختي شنو فيها خدمت في اليوتيوب؟ ما فيها بس لا درت شي خدمه اخرى، راه كندير الحمد لله. دابا واش كتشوفوني شنو كنعيش 24 ساعه؟ الحمد لله. ولكن حتى اليوتيوب حتى هو ما كانش يطلع شكون لك راه كاين اللي عايش منه كامل، ما هو اليوتيوب فيه كياكل منه كيشرب منه كلشي، ما فيها بس بالعكس نفرحوا الانسان ونعاونوه الا لقينا ما نعاونوه. اولا انا شنو درت؟ ما دايره حتى شي حاجه في الدنيا الحمد لله، ما كان ادي حد ما كان وصل حد. ولكن باش نتعايروا بقله الشيء اللي عندنا ولا مثلا هكا فلان ولا هذا، راه حشومه راه عيب. الانسان يتقى الله، الانسان يتقى الله، راه حشومه عيب وعار. المهم بعد طاب الغدا اوي على الغدا طاب العشاء شو هذا دخت طاب العشاء وسميتو وطفيت على الكفته، طفيت عليها باش تبرد، وداك راكم عارفين داك البخار اللي كيبقى في المغطى الغطايه، دابا ملي حليتو شتو دفق. لا تقول لي تمنيا شي حاجه راه دفق حيت داك البخار، وجيت نهز بحال هكا ويتسلق البخار بقى في الغطايه ديال الدجاج. ايوا اختي هذا هو العشاء ديالي اختي بالفرحه، صدق الديره قوتي وعشاء. ايوا دنيا انت مشات بعيده نهار الفرحه ديال القوتي والعشاء. راه شوفوا راه في هذا الوقت وهذا الزمان راه فاش دوري قوتي وعشاء راه خاصك تكوني مليونيره والله العظيم. هو غير اليوم البنات بغيت نفرح براسي وصافي، وفرحانه فرحانه بالمعالق جربته في الكفته، وفرحانه اختي بالكيسان جربت فيهم اختي اتاي. وقولي البنات كيفاش جاوبكم الكيسان؟ البنات 21 درهم ياك اسراء 21 درهم، والمعالق ب 8 ديال الدراهم. 8 درهم هي شحال؟ 5 6 7 8 عطيتو 10 درهم رديه درهم ياك، عطيتو 10 درهم رديه درهم. منين خديتهم البنات؟ 10 درهم قال لي 8 درهم، 10 درهم جوج دراهم، جوج
رد ليا جوج دراهم البنات، قلت لكم ملي خديتهم خديتهم على مول 5 دراهم، ولكن شوفوا راه دابا ديما مول 5 دراهم عمركم تيقوا ديك اللافته ديال 5 دراهم، راه غير بعض الاشياء اللي كيكونوا ب 5 دراهم. اما اختي ملي كتدخلي للخاص، الخاص ملي كتدخلي لداخل راه ما كاين غير 10 دراهم 20 درهم. هذا المهم اختي واحد الفيديو ان شاء الله غدا غيكون البنات زوين بزاف بزاف بزاف، انا متاكده غادي يعجبكم. واحد الفيديو غيكون واعر، غيكون متنوع، غتكون فيه الحداقه، غيكون فيها اختي واحد الخريجه ان شاء الله البنات، واحد الحاجه اللي زوينه اللي كتعجبكم، واحد الجوله واعره. واختي غير ما تبخلوش عليا من اللايك واللي ما ابونياش تابونا باش ان شاء الله ملي نحط لكم فيديو غدا يوصلكم. وكما قلت لكم تابوناو تابوناو البنات وبارطاجيو لي القناه اختي، بارطاجيو لي القناه وصافي. وقيلا هادشي اللي بغيت نقول لكم، غنشوف شنو بغيت نقول مازال، المهم ما عرفتش ما عرفت. المهم انا قبل ما ننعس البنات اول حاجه غادي نمسح الفريرين ديالي، هذيك البلاصه تحركات ليا. ومشيت البنات لدرب عمر، كان عندي واحد الغرض والبار اشوف شي 4 ايام دابا، ومشيت بغيت ناخذ الراس اللي مهرس ليا البوطه الراس ياكو. وصراحه قال لي ما نقدرش نعطيه لك، قلت ليه علاش؟ قال لي راه خاصك تجيبي ليا الراس المهرس، انا نسيت. قال لي جيبيه ليا غير كوش رانا نبيع لك واحد الموديل وتمشي للدار وتدعي فيه. قال لي باش واش ديما غترجعي لدرب عمر؟ ما يمكنش. قال لي جيبيه ونعطيك الراس اللي غيناسبك. اش كنسالي الصراحه الشقه ديالي وداكشي كامل اللي كيكون عندي، كنجلس بحال هكا. هاد سميتو اول مره اتذوق الصلاه، فهمتي طعم الصلاه ما عرفتش نطقتها مزيان ولا لا، المهم راه غتفهموني. هادي الصراحه الناس اللي ما كيصليوش مثلا اللي كيصليو كيقطعوا، تبعوا هاد القناه، هادي تبعوا هاد القناه والله الا زوينه. عتي انا دابا موقد وكما قلت لكم كان وليت كنميل لهذا الشيء سبحان الله. وهاد السيد هذا ما شاء الله عنده ما يتقال، وكيحببك في الصلاه وكيقول شي كلام هو زوين صراحه والله. انت اختي سمعي سمعي تنزيد الصوت باش تفهموا. هادشي ساليت الشقه ديالي وبغيت نتكا، وقلت لا اول مره غادي نعرفوا البنات. واحد النهار كانت بادي واحد كان بادي واحد الفيلم، من تما بقيت كنتفرج في الافلام، كان بادي واحد الفيلم مورا الفيلم اليوتيوب كيقترح عليك شي حاجه من عنده، اقترح عليا سبحان الله هذا فاهم بوداك بوداكست رومانت كيقولوا بوداكست بوداكست، حيت انا بعيده ما كنلقى ملي نضادر بوداكس. وانت وهو وهي كل عباده هي العباده صح؟ العباده لكن في حقيقه الامر ليس الغايه مجرد العباده، ولكن الغايه احسان العباده. والله عز وجل يحاسب العباده ايهم احسن عملا، ليس ايهم اكثر عملا ولا ايهم عمل او لا، لا بل أيهم أحسن في العمل. في العمل قال الله عز وجل هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسن أحسن عملا. قال وهيب بن الورد لا ينبغي أن يكون هم أحدكم إكثر العمل، بل ينبغي أن يكون همه إحسانه وإتقانه. صراحه باش كتنساي راسك والله. المهم صحباتي غادي نقول لكم تهلاو في راسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. شكرا على الدعم ديالكم، على الحب ديالكم، على الكلام الطيب اللي كتقولوا في حقي. البنات فاهم 36 سلسله تذوق العبادات، الصلاه مع مع الدكتور احمد العربي. المهم تذوق العبادات، موضوع الحلقه تذوق العبادات، صراحه بدات واعره والله.